تقريبا دلوقتي بقى كل يوم سبت بيبقى فيه فقرة عن التصوير الفوتوغرافي. زمان من فترة طويلة كده من قبل 25 يناير كنا دايما بيبقى يوم الحد، اتنقلت بقت يوم السبت. كل يوم بنتكلم عن واحد من الفنون الجميلة جدا وهو التصوير الفوتوغرافي. معايا النهاردة مصور محترف وفي نفس الوقت هاوي. حلو انك انت تبقى يعني الى حد كبير محترف وتشتغل الشغلانة، وصلت لدرجة انك انت ممكن تحكم في مسابقات دولية او مسابقات عموما بشكل عام، وفي نفس الوقت بتبقى عندك روح الهواية انك انت بتحبها لدرجة انك انت لسه عمال تصور وعايز تصور وعايز تطلع لوحات فنية جميلة، لوحات قصدي صور فوتوغرافية جميلة. هنتكلم مع ضيفي وهنستعرض بعض الصور الخاصة بيه، وخصوصا ان هو عنده او عمل معارض كثيرة. ضيفي المهندس جلال المسيري، مهندس كمبيوتر ومصور محترف. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. انا بنطق الاسم صح؟ المسيري. المسيري، صباح الخير، منورتنا. الله يخليك. الله يخليك. حضرتك حضرتك مهندس كمبيوتر اساسا؟ انا مهندس كمبيوتر. ولسه شغال بتاعتك اساسا مهندس كمبيوتر. أيوه. امتى ابتدت الاتجاه للتصوير الفوتوغرافي؟ هي ابتدت فجاه يعني بعد ما عديت 40 سنه. ابتديت في 2004. يعني كنت صورت صور كده هواه في اسبانيا، ورجعت كان في معرض في النادي، دخلت صوري فلقيتهم يعني قالوا دي ممكن يطلع منها حاجه كويس. فابتديت اشوف يعني. فبعدها بشهر كان في مسابقه في المانيا، بعت يعني واحد زميلي قال لي ما تبعت، بعت اختلاق، اخذت اول صوره معماريه وقالوا لي صوره قويه ويا ريت تشرفنا في المانيا. فلقيت لا يبقى في حاجه يعني. فاخذت بقى دراسه، ابتديت احضر كورسات وابتديت اتعمق جدا يعني، قبل ما اتعمق جدا في التصوير وادخل على سايتات و ادخل في جمعيات، لغايه الحمد لله يعني الموضوع تطور. هي شكلها كان في موهبه بس متاخره. لا ما نيفر تو ليت يعني، ما عمره ما يبقى متاخر ان احنا الواحد يكتشف طول الوقت في حياته حاجه جديده دايما تخلي نوع من تجديد للحياه. ما هي اكيد عام. اكيد ربنا اراد كده يعني. صحيح. يعني ايه صوره معماريه؟ مسابقه صوره معماريه يعني صوره تبرز شكل معماري، مباني، هي تمثل مباني، ازاي تصور مبنى بطريقه سليمه بتوزيع اضاءات وبرسبكتيف بتطلع صوره جيده زي الهرم، القلعه، كل دي، البرج. الهوايه وصلت لدرجه انك انت بقيت بتحكم في عدد كبير من المسابقات الدوليه او مسابقات في مصر. هي يعني الحمد لله. ازاي اتنقل الموضوع يعني من مجرد انك انت عندك معارض مثلا تعمل معارض والصور بتفوز وفي اعجاب، انك انت تبقى بتحكم او حكم؟ هي الحمد لله يعني على مدار السبع سنين اللي فاتوا يعني كان في نشاط كبير جدا، فانا لغايه يعني في خلال السبع سنين ده عملت 70 معرض وخدت 30 70 معرض. ما شاء الله ما شاء الله. خدت 30 جائزه كان اخرهم من السعوديه، يعني مسابقه كبيره قوي، سوق عكاظ. خدت جائزة الأولى كان تصوير جياد، وكان قوتها أن أنا الجياد يعني في بلدها السعودية تمام والإمارات والحاجات دي، فكانت مسابقة قوية جدا. من خلال ثلاث سنين يعني الناس ابتدت تحس أن أنا عندي فيجن معين أو قوي شوية في التصوير، فابتدوا يستعانوا بيا في التحكيم. فكان كان أقوى موضوع دخلته اللي هو تحكيم ناشونال جيوغرافيك في مصر، دي السنة الخامسة هحكمها بإذن الله، وتولد بعد كده الدعوات. والحمد لله آخر لسه أنا راجع من يومين من الأردن، كنت بحكم مسابقة الأردن الدولية، فأول مسابقة دولية حكمها، والحمد لله كان النتيجة مرضية جدا. مهندس جلال أنا الصورة أوريدي في كم صورة كده، معلش نرجع تاني للصورة الأولانية الأولى. هل دي الصورة اللي فازت؟ دي الصورة اللي فازت في السعودية في سوق عكاظ، ودي متصورة هنا في أحد المزارع الجياد في الهرم. تفتكر ليه كذبت؟ أعتقد يعني هو طبعا ده رزق من عند ربنا، بس أعتقد أنها أبرزت جمال وقوة الحصان العربي. نعم. ومتاخدة من زاوية هو بيلف،
فانت شايف اكيد العضلات ظاهره بتاعته والاضاءه بتاعته ظاهره بطريقه قويه يعني. فاعتقد دي اللي اقنعت الحكام بيها. والصوره دي طيب دي في نفس المزرعه وانا مسميها دبل باور، حصانين بيلفوا نفس فكره الدوران، وفي الدوران ده بيبين قوه الحصان جدا. نعم. وعلى فكره هو كمان من ضمن المزايا للصورتين دول ان هي لحظه تصوير حصان متهيألي انها ممكن ما تكونش متصوره كتير. هي طبعا تصوير الحصان، الحصان بيبقى سريع جدا ويعني ربنا بيريد ان هي تتاخد تطلع كده، يعني ما تقدرش تقول انا كنت قاصد ان انا الثانيه دي اصور. دي بقى في لحظه هدوء في تصوير حصان وهو واقف، انا مسميها لاف ستوري. نعم. يعني بيبان فيها يمكن الود يعني قبل الجواز يعني. حلو. مرحله التعارف الخطوبه يعني. دي انا كنت بحضر مسابقه الشارقه. نعم. انا عضو اتحاد مصورين عرب عن مصر. ودي كان منطقه اسمها القصبه، وكان عاجبني قوي شكل الساقيه اللي بتلف مع الاضاءه الليليه. طب تعالى نعمل بريك سنه صغيره من الصور ونرجع لها تاني. ناشونال جيوغرافيك دي مسابقه عالميه صح؟ تمام. والمسابقات اللي هي بتبقى في البلاد العربيه دي بتبقى مسابقات الى حد كبير اللي بيتشارك فيها عرب. ايه الفرق؟ مفيش فرق. كل واحد بيحاول يطلع اللي عنده. اما نقول عرب مش زي فكره زمان، العرب والمصريين تطوروا جدا جدا، اسم مصر والدول العربيه الوقت في كل المسابقات. مصر خلال السنه اللي فاتت والسنه دي تطورت تطور كبير قوي، وبنكسب جامد جدا يعني. بنكسب يعني اخر ثلاث مسابقات كانت مصر هي الاولى، ودي اعتقد حاجه كويسه جدا. الرياده رجعت تاني لمصر في الاردن، في الشارقه، في الامارات، في قطر، الحمد لله. الصوره صوره، المعدات بقت موجوده متوفره، الهوايه والفيجن والتصور بتاع الشخص ازاي يطلع صوره وازاي يظبطها بالكمبيوتر متوفره دلوقتي في كله. ما انت قايل انا يعني ليا شويه في مجال التصوير الفوتوغرافي والمسابقات برضو. في بعض المسابقات بيبقى بيديك الفرصه انك انت ممكن تلعب شويه في الصوره بالكمبيوتر. حضرتك مهندس كمبيوتر كمان بالمره يعني، فاحنا بنتكلم في نفس الاتجاه. طيب يعني في مسابقات بتقول لك لا، ما الصوره لازم ما تبقاش فيها اي لعب خالص بالكمبيوتر، اذا كان مثلا تخفيف للسوفتنس بتاعها، او اللي هو تبقى يعني نوع من نقول ايه السوفتنس، اللي هو انها تبقى فيها سايحان شويه كده، مثلا لو هو بتصوره بصوره فوتوغرافيه الوش او حاجه زي كده، او بشكل او باخر بتقلبها ابيض واسود، او بشكل او باخر بتلعب بينت او بالرسم عليها. هل ده بيبقى فارق مع الفنان اللي بيتقدم في مسابقه من المسابقات؟ هو اجلا او عاجلا ما هيتسمح بكل حاجه. هو انا مع الاتجاه ده، نسيب المصور يعمل كل اللي هو عايزه، انا يهمني الشكل النهائي للصوره. مع عدم العبث طبعا مكونات الصوره نفسها، لكن يغير الوان، يغير، يعمل هو عايزه. انا في الاخر يهمني مع الملايين اللي بتصور الوقت، انا عايز حاجه جديده. طب هعملها ازاي؟ اصور في اتجاهات جديده، بزوايا جديده، بمعدات جديده، واعدل بالطريقه اللي انا عايزها، بس انا اللي بعمل كل ده في الاخر بيطلع شغلي. فانا مع الاتجاه ان كل واحد يطلع اللي هو عايزه، بس ما يغيرش او ما يستعينش بكذا صوره مع بعض ويقول هي دي الصوره النهائيه. نرجع تاني للصور. دي كانت فين حضرتك؟ دي الصورة دي صوفي التنورة متصورة في حديقة الأزهر، والحمد لله دي رزقها كبير يعني. دي خدت جايزة في الساقية وخدت جايزة في الصين، وأنا بعتبرها من الصور الناجحة جدا بتوعي يعني. يا حضرتك أنت كنت مستخدم فيها فلاش؟ لا ده أنا معتمد على إضاءة المسرح ومصورها من بعد. دي بعدة ساتيلي مصورها من بعيد. وانا حاسس ان توزيع الاضاءه فيها جيد يعني كويس قوي. انا بحب جدا اصور مصر واصور النيل، والصوره دي معبره عن مصر. دي طبعا الخلف، في الخلف بيظهر وادي الملوك والملكات في الاقصر.
والمصريين من الجنوب طبعا الناس بتوع الأقصر وأسوان قاعدين في المركب وعالم مصر. فأنا بحب الصورة دي، أنا أحس أنها بتمثل مصر تماما، وهدوء وجمال، ودي ممكن تبقى دعاية حلوة جدا لمصر. عظيم، حلو الاختراع ده. ده منشور بجد ولا ده مرسوم على لا، الصورة دي متصورة في أحد جزر أسوان، مصورها من بعيد، والصورة دي خدت جايزة في الأردن من سنتين، وأنا كنت بهديها من السنة اللي فاتت، بهديها لأصحابي في رأس السنة، واحد قال لي إن هي في 12 بنطلون محطوط فبيعبروا عن شهور السنة. أنا دي برضو دي بتعبر عن يعني الجزء بتاع أسوان، والحتة دي بيستعملوا ألوان زاهية. حضرتك بتقول لي دلوقتي إن الصورة دي أخدت جايزتين من مكان واحد. لا، خدت في الأردن جايزة عن الألوان. تمام، أوكي. دي طبعا مصر مليانة أماكن ساحرة وأماكن جميلة بس نعرفها. عظيم. أحد بقى؟ دي قرية اسمها قرية النزلة في الفيوم، مش كتير يعرفوها، وأنا قبل ما أصور ما كنتش أعرفها. دي يعني يعتبر كنز للمصورين اللي بيروح، مليانة أصور بورتريهات وأصور من زوايا معينة الأفران بتاعت حرق الطوب. لا ده مش طوب، زي خزف أو بيعملوا بالظبط فخار وبيعملوا. دي طبعا القرية دي بيقولوا لنا يعني إنها من قديم الزمن، وفي أسر معينة بتتوارث المهنة دي عن الفراعنة، بيعملوا أشكال معينة اللي هي على شكل كور، ومشهورة جدا وبتصدر إنتاجها لهولندا وأماكن تانية. عظيم. إيه تاني؟ دي برضو دي صورة من قريب في نفس القرية، أنا لسه كنت بصور من أسبوعين هناك. أنا عجبني قوي حضرتك ممكن تشوف تبص على الصورة من الناحية دي برضو قدام حضرتك. أوكي. أنا عجبني قوي حركة الإيدين، فأنا يعني دي في نفس المكان؟ دي في نفس المكان بقى بس من قريب، واحد بيشتغل وكان عجبني، يعني بقول أدي مصر أهو بنشتغل وهنبقى أحسن بإذن الله. اللي فاتت كانت أبيض وأسود، دي ألوان، بناء على إيه بتختار إن أنا أخليها أبيض وأسود أو أخليها ألوان؟ أبيض وأسود لو عايز أخلي الناس تحس بمود معين، او تركز في تفاصيل الصوره بصرف. لما تحط ابيض وسط خلاص ما بتتبهرش بالالوان، فبتركز بقى في التفاصيل وتونات الابيض والاسود. نعم، فلها مود، يعني في مود معين بنعمل. تمام. الصوره دي خدتها ايام الثوره، وانا يعني من الصور المعجب بي او بحبها جدا. انا حاسس ان الست دي هي مصر، يعني وانا بصورها حسيت ان دي مصر حضنه بنتها، والعالم بيبين طبعا ان الوطنيه. نعم. وبتقول لها بصي ادي الحضاره اللي انا هسيبها لك، يلا بقى انت اشتغلي وشدي حيلك، وعايزين مصر ترجع قويه وكل الحاجات اللي بنتمناها لمصر في الصوره دي. الصوره دي برضو علم مصر، يعني بقول مصر في ميدان التحرير. دي بقول مصر فوق الجميع. الصورة دي أنا كنت في دبي، مول، وفي الأكواريوم بتاع السمك، عجبني قوي التكوين ده. الناس فاكرة إن أنا لعبت فيه، هو زي ما هو بالظبط، أنا زي ما أخدها بالظبط طالعة. أنا حاسس إنها صورة حلوة بإذن الله. لا هي حلوة فعلا طبعا، والأكواريوم كمان اللي هو حوض السمك الكبير اللي عندهم ده حاجة قوي جدا. هي برضو نفس دي مجموعة جديدة لسه أول مرة أنزلها. عجبني السمك، وهناك الأحواض الزجاجية الإزاز ما بيعكس، فبيخليك بيديك قدرة يعني انك تطلع الصور زي ما هي جوه الحوض. ده فين؟ دي في مكتبة اسكندرية. عجبني قوي توزيع الإضاءة والظلال. دي برضو في اسكندرية في الماكس، وهما بيسموها فينيسيا الشرق. نعم. عشان موضوع ان البيوت والمراكب بتقف على بتقف على جانب البيوت عشان اصحابها هم اللي ساكنين فيها. مهندس كلال، انت لما بتيجي تعمل معرض بتبقى عامل موضوع معين للمعرض بتاعك السبعين المعرض اللي انت عملتهم دول، ولا بيبقى تشكيله مختلفه؟ هو عاده المعارض اللي انا داخلها لغايه دلوقتي معارض جماعيه، فبلتزم بالسبجكت اللي هم حاطينه. لو معرض فردي طبعا لازم يبقى ليا وجهه نظر فيه. نعم. فانا باذن الله بجهز لمعرض فردي شهر في ديسمبر ان شاء الله. ان شاء الله.
مهندس جلال المسيري، المهندس كمبيوتر ومصور محترف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم ونورتنا، واتمنى انك انت تدعونا ان شاء الله لما تعمل المعرض بتاعك ونجيب كاميرا ونصور اللوحات بتاعتك الجديده ان شاء الله باذن الله. تشرفونا. ميرسي يا فندم، شكرا جزيلا.